ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في المشروع العربي الشيخ عهد طلال الخالدي. أهلا بك شيخ عهد. حياكم الله وتحياتي لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة الغراء. الله يحييك شيخ عهد. يعني ما أهداف المؤتمر الأخير الذي عقد بحضور العديد من الشخصيات القبلية والشخصيات المهمة في محافظة نينوى، وما هي الرؤية التي خرجتم بها في ذلك المؤتمر؟ بداية، عقد المؤتمر فوقك أمانة برعاية الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر لحث الناخبين الموصلين على المشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة واستلام بطاقة الناخب وتحديث سجل الناخبين. هناك دعوات كثيرة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات وإلى دعوة الأهالي إلى العزوف عن المشاركة. نقول اليوم أن المشاركة هي الحد الفاصل من المعاناة التي تعاني منها محافظة نينوى. بمشاركة الجميع سنقضي على الوجوه التي حكمت مدينة الموصل والتي أوصلت المدينة إلى حالة يرثى لها. ندعو ودعوة المشروع العربي ورسالة الأمين العام لأهالي محافظة نينوى حث المجتمع الموصلي بنخبه وكفاءاته وعشائره إلى ضرورة المشاركة واختيار الأفضل والأصلح للمرحلة القادمة. نعم، يعني مؤتمر صوتك أمانة، يعني آثرتم في ذلك المؤتمر شيخ عهد يعني عدم التعريف بالمشروع العربي كمواقف وكإنجازات، وركزتم على دفع الناخبين للمشاركة الفاعلة لإحداث التغيير المنشود. كيف يمكن إقناع الناخب في ظل حملات المقاطعة التي تفضلت بالإشارة إليها التي أطلقت يعني مقاطعة تلك الانتخابات؟ كيف يمكن ذلك؟ ما الذي أعددتموه؟ بخصوص المشروع العربي، نحن من الأحزاب التي لا تحتاج إلى التعريف عن برنامجها وعن نقاطها وما قدمت، لكوننا نمتلك أرشيف من الأعمال والإنجازات التي نفتخر بها ونفتخر بوجودها، والتي غطت أبناء الوطن العراقي من شماله إلى جنوبه. نحن دعونا من خلال هذا المؤتمر إلى الحث على المشاركة الفعلية، لكون المقاطعة هي لإعادة الوجوه الموجودة حاليا في السلطة إلى سدة الحكم مرة أخرى، لكونهم على يقين بأن المشروع العربي برجاله ونسائه هو قادر على إحداث تغيير جذري بالقيادات الموجودة، لكوننا نمتلك الكثير من الكفاءات والنخب الشبابية والاستعانة بالمرشحين الأكفاء الذين يمتلكون مواقف مشرفة تجاه أهالي محافظة نينوى والمحافظات الأخرى. لدينا رجال في المشروع العربي نفتخر بأن يكونوا جزءا منا، لكوننا لسنا بالحزب الفتي وإنما حزب عريق برجاله بمواقفه بمساعدته للنازحين أثناء فترة النزوح وخارجها. نعم، توضحت الصورة. القيادي في المشروع العربي الشيخ عهد طلال الخالدي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.